لوحات لوحات مكتوب عليها صفات. تعالوا تعالوا يا أولاد، تعالوا يا بنات. أحبائي الشاطرين، كل عام وأنتم طيبين، والصغار صاروا كبار وبعد من الصايمين، يؤدوا صلاة في خشوع. وتعالوا نبدأ الموضوع وباختصار ومن غير فروع. إيش بتقول لهم وعن الصفة بتشرح لهم؟ يعني ممكن أقول؟ زين زين، اسمع وشوف إيش الصفة عن نفسها تقول. لازم تعرف إيش تريد، واللي يرتب يستفيد. لازم تعرف إيش تريد، شرحت الصفة بالغناء. ماذا سيقول عنها الصديق لكل الأصدقاء؟ وترك صديق صديقنا سليمان يجهز أغراضه ليبدأ من على السفينة رحلاته. والحين جاء دورنا مع الصفة المكتوبة والمفروض أنكم عرفتوها.